السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سعيد بالرحمة، وين قبل الجولة الثالثة من البريمي ليج الجماهير ويست هام تتغنى بالرابعة يا بالرحمة، يعني بالرابعة يا بالرحمة، يعني وين سجل وين راح مساهم في 4 أهداف، يعني والجولة الثالثة وين يريدون من بالرحمة تسجيل، يعني تسجيل 2 على الأقل. وين وصلت جماهير نادي ويست هام الإشادة بالنجم الجزائري سعيد بالرحمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المستوى الكبير الذي ظهر به في بداية الموسم. وكان بالرحمة قد قاد ويست هام يونايتد لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد وبعدها لايستر سيتي في أول مبارتين من الدور الإنجليزي، ليتصدر هامرز ترتيب البريمير ليج ب6 نقاط وبفرق الأهداف. وتلقى بالرحمة عبارات مدح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت جماهير هامرز أن بالرحمة أصبح نجم الفريق الأول خلال الموسم الحالي رفقة زميله أنطونيو. والجدير بالذكر أن بالرحمة ساهم في تسجيل 4 أهداف في أول مبارتين له في البريمير ليج هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 2 وتقديم تمريرتين حاسمتين. يعني ونقولوا باللي اليوم وين بالرحمة وين صبح اللعاب اللي راه يقدم مستويات يعني في القمة، يعني وين نقولوا باللي اللعاب اللي راه يعطي راه هذا نقولوا وين انفجر السنة، يعني العام اللي فات وين كان في حالة تأقلم، السنة يعني وين بالرحمة دي الحمد لله يا ربي رانا حضرناها. قلنا باللي بالرحمة قارعوا له العام اللي فات، قلنا لكم قارعوا له الموسم هذا الحالي، خاطش لعاب الله يجعل لي بعد عليه ربي برك الإصابات برك الإصابات برك هذا مكان ربي بعد عليه الإصابات. يعني غادي نشوفه بالرحمة بالرحمة نقولوا باللي على خطى رياض محرز، وين غادي إن شاء الله نتمناو يحقق البطولة مع النادي تاعو، خاصة وين أمه وين فانيك الأم تاعو وين صنعت يعني الفرجة في مدرجات، يعني في مدرجات مانشيست ويست في المدرجات مع أنصار ويست هام، يعني وين شأنه كيفاش حتى وين دي كانيو اللعاب تاع ويست هام سابقا، وين قال لهم بالرحمة من أفضل اللاعبين في البريمير ليج. يعني راك تشوف كيفاش لعابة وين كماسا يتلقى إشادات وتدعيم معنوي في تصريح للعاب نادي ويست هام السابق لقناة سكاي سبور البريطانية، وين تكلم على النجم الدولي الجزائري سعيد بالرحمة. وقال اللعاب سعيد بالرحمة مهاجم رائع، لقد تطور كثيرا بإمكانياته الفنية وسرعته هما نقطة قوته، وتبع في الوقت الحالي بالرحمة هو قيمة ثابتة في التشكيلة ومن بين أفضل اللاعبين في البريمير ليج. يعني يتكلم عليه نقولوا باللي يتكلم عليه مشي صاحبه جاره ولا لا مشي صحافي جاره ولا لا، العاب هذا اللي يتكلم على بالرحمة يعني من باب الاعتراف باللعاب، يعني من باب الاعتراف باللعاب، يعني ماشي قضيه تاع صاحبه يعرفه ولا جاره ولا لا، عابين هذو يعني وين عندهم القيمه تاعهم وين يتلقاو يعني تدعيم وين تلقى تدعيم كبير، خاصه من المدرب تاعو اللي اعترف به المدرب كذلك وين اعترف به بالرحمه. شوف كيفاش عابين لعابة اللي يخليك تعترف به، يعني يعمل في صمت ناس اللي تخدم في صمت كبير، ناس اللي ما كاش نقولوا باللي يا ودي شتها صحيت ربي يحفظك صحيت رضا تاع قسنطينة، قال لي غشة ربح اليوم بمشاركة غشة أنطونيو يفوز
في الدور التركي. صحيت صح اخويا، ربحوا 3-2. ايوا ربي يحفظك، الله ينجحه، احنا ماذا بينا، الله ينجحه ان شاء الله. هو كان في القائمة، وين هو كان في القائمة، و يعني شوف كيفاش، والمدرب جما بالماضي اللي عنده نظرة أخرى، بسبب نقولوا باللي كيما هني، قلت لك كيما هني، كيما إبراهيمي، كيما عبيد، يعني الناس اللي قال لك كما صاوي يهضروا، قال لك نقص المنافسة. حنا ما نقولوش نقص المنافسة، نقولوا بالك ما يدخلوش في الخطة تاعه، هذه هي، نقولوا بالك ما يدخلوش في الخطة تاعه. بصح باش تجي تقول لي نقص المنافسة، ما نكذبوش على روحنا يا جماعة، وين لاعبين في الخليج قارهم نقص منافسة. أنا شفت واحد قال لهم يلا وهاي وهاي وما راهمش يلعبوا، أودي أنا على الشيطان، أودي أنا ومحرز بن عمري راه يلعب، راه يلعب في إنجليزيا، لعب 3 ماتش. لا يا جماعة شوية لازم واحد يكون عاقل، نقولوا يا ودي ميت. أنا كي قلت يا ودي هذو اللعابة مي ما جاوش، يعني نقص المنافسة، نقص ماشي نقص المنافسة، خاص كون نقولوا نقص المنافسة نجبدوا بن عمري، نجبدوا بلايلي، نجبدوا بونجاح. أنا تكلمت على غياب في من جانب في الخليج، تكلمت على غياب طاهرات، غياب كسمو تاعنا عبيد إبراهيمي، قلت بالك ما يدخلوش في الخطة تاع المدرب، ما رامش يدخلوا في الخطة تاع القضية، قضية فنية برك، هذا ما كان. بصح إلا نقولوا نقص المنافسة، تما بن عمري ما يجيش، خاطر ردي على واحد يوتيوبر قال لك لا وهذو نقص المنافسة. يا ودي هامي تقول نقص المنافسة، تما بن عمري ما نعيطولوش، بلالي ما نعيطولوش، وكسمو بونجاح ما نعيطولوش، إلا نقص المنافسة. حنا المهم وين حنا الله يودي رانا نحضروا كيما هكا، حنا الله ينجحهم، حنا نقارعوا المنتخب الوطني يعطينا 6 نقط، هيا وربي يجيب الحظ والسلامة برك مع اللاعبين، غير ربي ينصرهم، ربي يحفظهم من الإصابات برك، هذا مكان ربي يحفظهم من الإصابات، خاطش إصابات اللي ما نقولوا باللي إصابات اللي تبقى اللي ما نتمناولهمش الاصابات برك، هذا مكان. ويشاهدنا فيك نعاودوا نولوا وين الاحترام اللي صبح اللي من طرف الجماهير تاع واسطهم قباح بزاف في انجليز، قباح 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 بزاف، وين نقولوا شاهدنا بالفيديو جماهير واسطهم تغني لوالده بالرحمه من المدرجات بعد تسجيل ابنها الهدف الثاني، يعني في الشوط الثاني، اللي هذيك نقولوا باليهودي بالرحمه وين صبح عنده يعني احترام كبير بينه وبين الكسب. شوف لي زونغلي يعرفوا كرة القدم، خاصة لي زونغلي وين يأمنوا باللعاب اللي يكون يسجل أهداف، يكون فنان ويسجل أهداف، يكون فنان ويسجل أهداف، هذه هي عقلة المناصر تاع الجماهير الإنجليزية كاع، لازم تكون فنان، ماشي فنان تتريبلي وتطيح الغاشي ولا لا، لازم تكون فنان وتسجيل اهداف، مستعرفوش بك يبغوا لي ماركي لي بيت، كيما رياض محرز يطيح الغاشي ويماركي، على هذيك يبغوه بالرحمه، اليوم صباح يطيح الغاشي ويماركي، يعني احسن الاختيار بالرحمه احسن. شوف وكاين بعض الناس اللي راهم يقارنوا بين، على بالك دير حسابك، ديروا حسابكم باللي راه عندنا منتخب وطني جزائري، هذه لازم نقولها، راه عندنا منتخب وطني جزائري يا جماعه، على بالكم باللي راه عندنا لاعبين يعني راهم رعدين الانديه تاعهم، راهم رعدين الانديه، راهم ساحرين الجماهير تاع الانديه تاعهم، راهم كيجوا هنا يقعدوا روبلاصو، يعني لي فيكتيف غدوه ان شاء الله البنك ما نخافوش منه، البنك عندنا بلا ما نخافوش منه. الناس اللي يقول لك منا ومليا يا ودي راهي ماشيه ان شاء الله بربي، راهي ماشيه معنا. انا نشوف كيما هكا اللعابه تاعنا في الانديه تاعهم، علاه نفرح؟
نعرف بلي يجوك بلان، يجوك بلان للمنتخب الوطني الجزائري. هذه هي، وان شاء الله ربي يكمل برك. هذا ما كان واش راه، واش رانا نسمعوا، واش رانا نشوفوا، واش الله يجعل ربي يكملنا يعني في الطريق الصحيح من اجل ذهب كاس العالم. راه وقيلا قال لك حاليلو فانيك تاعهم في المغرب، فانيك استقال وجيب جيب 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 ودير وجيب ودير. عرفتوا رانا في الطريق الصحيح حنايا الحمد لله يا ربي. على ديك الحاجه اللي نتمناوها راهي تمشي لنا كيما هكا.